تعد إمبراطوريته أكبر إمبراطورية في التاريخ، حيث غيرت حروبه الترتيب السياسي للعالم، وخفضت عدد سكانه، غزا العالم الإسلامي، وأحدث فيه دماراً هائلاً ومذابح وحشية. من هو جنكيز خان؟ جنكيز خان زعيم ومحارب وحاكم مغولي، من أشهر غزاة التاريخ، وحد القبائل المنغولية واستطاع أن يؤسس الإمبراطورية المغولية بتوحيد قبائل البدو من المغول والتتار. ولد جنكيز خان لأسرة من بدو المغول على ضفة في نهر أونون بالقرب من بحيرة بايكال في منغوليا، واسمه الأصلي تيموجين. ونظرا لغموض تاريخ المغول في تلك المرحلة، اختلفت الروايات بشأن تاريخ ولادته، إذ يقول البعض إنه قد يكون من مواليد عام 1155 ميلادي، وقال آخرون إن ذلك كان في 1162 ميلادي، وكانت ولادته ميمونة حسب اعتقاد المغول. كان والده يسوجي سليل عشيرة ملكية من المغول، وزعيم عشيرة بورجيجين، وانتصر قبل ولادة جنكيز خان على إحدى القبائل المعادية وقتل زعيمها. فقيل إنه سمى ابنه تيموجين على اسم الزعيم المقتول. واختطف يسوجي والدة تيموجين في ليلة زفافها من رجل آخر، لتصبح بذلك زوجته الثانية، وقيل إن ابنهما تيموجين ولد ممسكا بكرة دم متجلط، وهو ما يعني عند المغول أنه سيكون محاربا عظيما. النشأة والشباب. لم تكن طفولة تيموجين سهلة، فقد أخذه والده وهو في التاسعة إلى قبيلة مجاورة للعمل عدة سنوات، ثم خطب له فتاة تدعى بورجي. وفي تلك الفترة مات الأب متسمما، وكان ذلك بفعل عصابة من بدو التتار، وهم شعب من الرحل في عداء قديم مع المغول. وبوفاة يسوجي تخلت العشيرة عن تيموجين وأمه وإخوته السبعة، وتولت عائلة منافسة القيادة وطردوهم، معتبرين أنهم أضعف من تولي القيادة. فعاش وأفراد أسرته في ظروف صعبة وعانوا من الفقر المدقع، إلى حد أنهم كانوا يأكلون النباتات والأسماك، في حين كانت معيشة بدو المغول معتمدة بشكل أساسي على لحوم الضأن وحليب الفرس. وكان تيموجين رغم عيشه في ظل تلك الظروف الصعبة قادرا على حشد الدعم والتأييد بقوة شخصيته، ويروى أن قبيلة التايشوت أسرته وأبقته في معسكراتها عوضا عن قتله. وفي إحدى الليالي لاحظ تيموجين أن حراسته ليست مشددة، فقرر الهرب أثناء تناول الحراس العشاء، وأسقط الحارس بضربة من طوقه الخشبي. بحث أبناء التايشوت عنه طوال الليل، ولمحه أحدهم إلا أنه ساعده على الهرب مخاطرا بحياته ولم يتنكر له. وفي مناسبة أخرى سرق اللصوص 8 خيول من أصل 9 خيول، تعود ملكيتها لأسرة تيموجين الفقيرة، فطاردهم تيموجين. وفي طريقه سأل شابا غريبا كان يحلب عما إذا كان رآهم، فترك الشاب الحلب وأعطى تيموجين حصانا وانطلق معه مساعدا في البحث عن الخيول المفقودة. وبدأت قبيلته بالاعتراف بقيادته وأسرته تدريجيا، حتى أن رفيقه في البحث عن الخيول رفض أخذ مكافأة منه، فاتخذه تيموجين رفيقا له. وكانت أسرته رغم النبذ والفقر محافظة على قدر من الهيبة لانتمائها إلى سلالة بورجيجين الملكية. وفي 16 من عمره ذهب تيموجين للبحث عن خطيبته بورجي، ابنة القبيلة التي تعيش في شمال منغوليا، والتي لم تكن على وفاق مع تيموجين، لأن والده كان قد اختطف زوجته من أحد رجالهم. قتل تيموجين في مراهقته أخاه الأكبر غير الشقيق، وتولى قيادة الأسرة، وعقد حلفا مع أونغ خان زعيم إحدى العشائر القوية. وقبل أونغ خان الحلف،
فكان حلفاء تيموجين جماعة من المحاربين الأكفاء عوضا عن أقاربه، وكان ذلك الفعل خلافا لما اعتاده المغول. وفي تلك الفترة اختطفت بورجي زوجة تيموجين من قبيلتها، وكان ذلك انتقاما مما فعله والد تيموجين، فاستعادها في غارة بمساعدة من أونغ خان، ونهب معسكرات قبيلتها. وكان لجنكيز خان حليف وصديق طفولة اسمه جاموكا، وتحولت العلاقة بينهما من صداقة إلى صراع ومنافسة دامت عقدين وانتهت بانفصالهما. ولا تذكر المصادر التاريخية بدقة ما جرى بعد هذه الحادثة، لكن المرجح أنه أخذ بنصيحة بولجي، وتخلى العديد من رجال جاموكا عنه ورافقوا جنكيز خان، لاعتقادهم بأنه أقدر على سيادة الإمبراطورية وحده. وأدى الانفصال عن جاموكا إلى خلاف داخل إمبراطورية المغول، وكان من المتوقع حسمه باختفاء أحد الخصمين. قاد جاموكا تحالفا منافسا من الأمراء لجنكيز خان، ورشح نفسه ليكون غور خان، لكن عظمة جنكيز خان حينها كانت أقوى من انقلاب جاموكا، وكان أونغ خان قد منحه منصبا رفيعا وسانده.